محمد وسادة هنا. تعالى يا سامي. شيلوا انت بقى شيلوا كده. يعني هسه نحن ما عندنا حق انه نقابله؟ ما انا بقول هو اللي قال قال ما عنده. ممكن نسمع كلام منه؟ يمكن يقول انا ما اعرف. دقيقة يا طارق لو سمحت يا برا اطلع برا اطلع برا اجيب لك الشورت اطلع برا اشرس انا مالك طبعا حضرتك اطلع برا يلا يلا امشي من هنا يلا فوت يلا امشي يلا ما داير اشوف اي واحد منكم هنا ما تتكلم ما تمشي للمدير ما تجيني هنا بقول لك فوت امشي من هنا انا بضربك فوت من قدامي بضربك فوت من الكليه يلا من قدامي بضربك بالكرسي دارك يلا امشي يلا شو اللي تعمل بدل مفلتين خلاص امشي يلا مع الكليه دي ما تتكلم معي يلا امشي ما في ما والله سبحانك يا ابو سامر ما عندك ولا كفايه طالب لكم 90000 طالب ما بتسوى حاجة انت وانت بتسوى شنو؟ تعال تسوى شنو انت؟ تعال شنو انت خلصت عليك؟ تعال تعال فما بتسوى حاجة لك تعال سمحت